الوقت، التاريخ، التحديات، التميز، الإبداع، المرأة، أمور كثيرة نبحث عنها وتبحث عنها، معادلة صعبة حل بأيدينا. الملكة لمعرفة المزيد عن برنامج الملكة زوروا موقعنا الإلكتروني www.thequeen.tv. شاهدوا كواليس لم تعرض على شاشات التلفزيون من خلال الموقع، وتابعوا برنامج الملكة في بث مباشر يوميا على الفيسبوك وتويتر والإنستغرام. أهلا بكم مع سفيرة المرأة العربية رحاب زين الدين. الملكة، ملكة المسؤولية الاجتماعية، ملكة الإبداع والتميز، ملكة العمل المجتمعي، ملكة الخدمة الاجتماعية، كل أسماء بتدور حول فلك واحد. برنامج الملكة، هذا البرنامج الذي أطلقته حملة المرأة العربية عام 2014 في مؤتمر صحفي خلال أعمال مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، ليكن ثالث برنامج تلفزيوني في مسيرة حملة المرأة العربية منذ انطلاقها قبل 10 سنوات. وقد أثار هذا البرنامج في الآونة الأخيرة جدلاً واسعاً حول الخلط بين برنامج الملكة الخاص بحملة المرأة العربية وبرنامج الحلوميين The Queen الذي تقدمه الفنانة أحلام، والذي أوقف بعد عرض الحلقة الأولى. نود أن نوضح لكل المشاهدين أننا أصدرنا بياناً خاصاً يوضح أنه لا علاقة بين برنامج الملكة وبرنامج حلوميين The Queen للفنانة أحلام، وطلبنا من وسائل الإعلام إيضاح الصورة للمشاهد العربي حول الفرق بين البرنامجين. فأهلا بكم في برنامج الملكة لحملة المرأة العربية. المشاركة عتيقة علياوي من الجزائر، حائزة على شهادة الماجستير في الإعلام والاتصال في تخصص الصحافة المكتوبة، وتعمل في المجال التعليمي في إحدى المؤسسات التعليمية بمدينة سيدي بالعباس في الغرب الجزائري. أنا عتيقة علياوي من الجزائر، بالضبط مدينة سيدي بالعباس اللي يسموها بتي باري، أي باريس الصغيرة. تربيت وترعرحت في هذه المنطقة اللي تعتبر ولاية من ولايات الغرب الجزائري. أنا خريجة أعلام واتصال، لدي شهادة ماستر أعلام واتصال تخصص صحافة مكتوبة. اشتغلت عدة مناصب من بينها مذيعة بإحدى القنوات الجزائرية، كذلك أستاذة مقياس اتصال بالمعهد الوطني المتخصص بالتكوين المهني، كذلك
أنا أشتغل بمؤسسة تربوية كما نحن هنا متواجدون كما ترون. أنا أحب عملي هذا جدا، خاصة العلاقة التي تربطني مع التلاميذ، العلاقة وهي وطيدة. لا أتصور حياتي بدون أطفال وبدون هذا العمل. تشارك عتيقة في منافسات برنامج الملكة من خلال مبادرة بعنوان إبصار مكفوف وشعارها معا لنبصر. هذه المبادرة التي أنشأتها على إثر معاناة شخصية مع عمها الذي فقد بصره في سن 12، وتسبب ذلك بحرمانه من متابعة الدراسة والتعليم. أنا عتيقة عدياوي مشاركة في برنامج الملكة ملكة المسؤولية الاجتماعية. لدي مبادرة اجتماعية والتي عنوانها صرخة مكفوف وشعارها معا لنبصر. استوحيت مبادرتي هذه بلية عشته لعدة سنوات، وهو فقدان عمي لبصره في سن جد مبكرة، حيث غادر مقاعد الدراسة في سن 12. فمن خلال هذه المعاناة قررت أن أقوم بمبادرة اجتماعية محضة تخص فئة معينة وهي فئة المكفوفين. فهذه المبادرة عبارة عن إنجاز مركز لتأهيل المكفوفين أولا من الناحية النفسية، وثانيا من الناحية الاجتماعية. فمن ناحية الاجتماعية أقصد التعليم، وكذلك أقصد تكوينهم في عدة مجالات من أجل الولوج إلى عالم الشغل. وأشكركم على حسن الاستماع. تعمل عتيقة من خلال مبادرتها على إنشاء مركز متخصص للمكفوفين يساعدهم على التعلم والدراسة والاندماج في المجتمع وممارسة دورهم في التنمية في كافة المجالات. لاقت مبادرتها اهتماما إعلاميا كبيرا، وتم استضافتها على إذاعة سيدي بالعباس والإذاعة الجزائرية، كما كتبت عن مبادرتها عدة صحف ومواقع إلكترونية، ومنها جريدة المحور وجريدة ويست إنفو الناطقة بالفرنسية وجريدة أشهر. مجتمعيا أعربت عدة شخصيات عن دعمها وتشجيعها لمبادرة إبصار مكفوف، ومنهم الإعلامية فريال حبيب والمخرج والممثل المسرحي عبد القادر جريو والإعلامي عبد القادر بن خالد. أنا أتفق في الحديث الحالي الدعم عتيقة علياوي الجزائر لبرنامج الملكة. السلام عليكم. عبد القادر جريو، ممثل ومخرج مسرحي وتلفزيوني. أنا هنا اليوم لدعم المبادرة الطيبة للأخت عتيقة علياوي للمشاركة في برنامج الملكة ملكة المسؤولية الاجتماعية في حصة خاصة لطبقة معينة من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هما المكفوفين. برنامج إبصار مكفوف يجب أن يدعم من طرف كل الفاعلين في المجال الثقافي والاجتماعي، لأنها هذه الشريحة يجب أن تعامل بطريقة خاصة جدا، ويجب الاعتناء بها والاهتمام بها. إذن أنا أدعم هذه المبادرة طيبة، وحظ موفق للأخت عتيقة علياوي في هذا البرنامج، ونقول معا لنبصر. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا عبد القادر بن خالد، إعلامي بقناة إخبارية عربية. أهلا وسهلا بكم. أردت فقط أن أدلو بدلوي وأن أشارك في الفكرة التي اقترحتها الأخت عتيقة علياوي في برنامج الملكة ملكة المسؤولية الاجتماعية بخصوص برنامجها إبصار مكفوف. فعلا هذه الفئة من المجتمع بحاجة إلى اهتمام بالغ جدا من مجتمعاتنا ومن حكومتنا العربية بالخصوص، التي ربما لا تولي اهتماما كبيرا بذوي الإعاقة، مختلف الإعاقات، ليس المكفوفين فقط لكن مختلف الإعاقات الأخرى، ربما لا يحصلون على قدر كاف من الاهتمام. لذلك أردت أن أشارك وأدعم فكرة ومبادرة الأخت عتيقة في هذا المركز وهذا المكان الذي من خلاله تقوم بهذه المبادرة وتوصلها إلى أكبر قدر من المسؤولين من المجتمع، من الصحفيين، من الإعلاميين، لتبنيها وللمساهمة بشكل كبير لإنجاح مثل هذه المبادرة. أنا من خلال الحقيقة في كثير من الحوارات التلفزيونية أو البرامج التي أقدمها، دائما ما يكون ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة من مختلف الإعاقات يكون محط اهتمام وتفكير وكذلك اقتراحات ومبادرات من الكثير من المساهمين في هذا المجال. إذن تمنيتي لهذه المبادرة بالتوفيق، وكذلك لبرنامج الملكة بالتوفيق. شكرا لكم. السلام عليكم.
على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتابعها عدد كبير من الأصدقاء والمهتمين والداعمين لمبادرتها ومشاركتها في برنامج الملكة. عتيقة علياوي من الجزائر، بالضبط من مدينة سيدي بلعباس، خريجة أعلام واتصال. تقنت عدة مناصب من بينها مذيعة بإحدى القنوات الجزائرية، وكذلك أستاذة لمقياس اتصال بالمعهد الوطني المتخصص. والآن أنا أشتغل بمؤسسة تربوية. حقيقة أنا أحب عملي هذا كثيرا، خصوصا العلاقة الوطيدة التي تربطني مع التلاميذ، شعور لا يوصف. أنا الآن أشارك ببرنامج الملكة، ملكة المسؤولية الاجتماعية لموسمه الثاني، بمبادرة إنسانية اجتماعية حول المكفوفين. أنا أعتبر برنامج الملكة حاله كحال المصباح السحري، يحقق حلم وطموح كل فتاة عربية، وذلك بإصرارها وعزيمتها. أنا أعتز بانضمامي لبرنامج الملكة لأنه جعل مني قدوة لبنات جيلي، وذلك بفرض كياني وذاتي في مجتمعي من خلال مشاركة أفكاري مع بنات وأبناء وطني. عندما رأيت برنامج الملكة يعرض إحدى حلقاته على إحدى القنوات الجزائرية، فكرت في المشاركة في البرنامج، وفكرت في الموضوع الذي سوف أطرحه. رأيت موضوعا كان يراودني منذ الصغر، وهو فقدان عمي لبصره. لذا قررت أن أقوم بمبادرة إنسانية اجتماعية حول المكفوفين بعنوان إبصار مكفوف، وشعارها معا لنبصر. مبادرتي عبارة عن إنجاز لتأهيل المكفوفين من الناحية النفسية، ومن الناحية التعليمية، ومن الناحية العملية، إضافة إلى إنشاء مطبعة خاصة بهم وإنشاء ممرات وأرصفة لهم، إضافة إلى توفير النقل لهذه الفئة. هدفي من المشاركة في برنامج الملكة إيصال رسالتي وإسماع صرخة هؤلاء المكفوفين، واسمع صرخة هؤلاء المكفوفين. أريد أن تكون مبادرتي هي الأعين التي سوف يبصر هؤلاء، والنور الذي سوف يسطع في سماء المكفوفين. لذا أدعو من هذا المنبر كل متتبعيني ومحبيني وجمهوري إلى دعمي والتصويت على مبادرتي من خلال الرابط الذي يظهر أسفل الشاشة. وفي الأخير ما علي إلا أن أقول لكم معا لنبصر. سلام. قاسي وصعب، حول الصعوبات إلى نجاح، حول أحلامك إلى حقيقة، وابحث عن القوة بداخلك، أطلق العنان لهذه القوة. إذا كان ما تقومين به مميزاً ويخدم المجتمع، وعمرك ما بين 20 إلى 40 سنة، فأنت مرشحة لتكون ملكة الإبداع والتميز. شارك الآن في أكبر برنامج عربي، فقط أرسل معلوماتك على cv@thequeen.tv.
الملكة. لمعرفة المزيد عن برنامج الملكة زوروا موقعنا الإلكتروني www.thequeen.tv. شاهدوا كواليس لم تعرض على شاشات التلفزيون من خلال الموقع، وتابعوا برنامج الملكة في بث مباشر يوميا على الفيسبوك وتويتر والإنستغرام. دعوة للتغيير والبداية أنت بهمتك العالية بقدرتك على الابتكار بإطلاق الطاقة الإيجابية بداخلك، رح تكوني رمز ونموذج لهويتنا العربية الأصيلة. كوني على ثقة إنه المجتمع حولك يدرك تماماً من أنت. الآن يمكنك الانضمام لبرنامج الملكة بإرسال سيرتك الذاتية عبر إيميل البرنامج أو مواقع التواصل الاجتماعي الظاهر على الشاشة. لك منا كل التحية والتقدير، طالبة ومعلمة، أم، أخت، زوجة. الشباب لم يكن لهم.